رجعنا مرة تانية مشاهدين هارك سعيد، مستمرين مع بعض في فقراتنا. وصلنا لفقرة جميلة جدا، يعني اعتقد انه العندليب عبد الحليم حافظ هيفضل عايش في وجداننا وفي قلوبنا لحد يعني ما كل واحد فينا يعني يودع، لانه عبد الحليم حافظ بفنه الجميل اللي اثرانا بيه على مدار مشواره الفني عمره ما بينتهي ابدا. كل الاجيال اللي بتيجي كلها برضو بترجع تسمع عبد الحليم، وعشق عبد الحليم بيزيد جوه قلوبنا. وعيش عبد الحليم للناس سواء في مصر او في الوطن العربي في ازدياد. خليني اقول لكم ان العشق ده شجع او دفع ضيفنا الموجود معانا النهارده في الاستوديو ان هو يعمل له تمثال، والتمثال ده اتعمل من البوليستر وعلى ارتفاع 2.5 متر في مدة 60 يوم اتعمل التمثال ده. والتمثال موجود في دار الأوبرا المصرية، في ساحة دار الأوبرا المصرية، وتم افتتاح التمثال او الاحتفال به في الايام اللي فاتت في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 23. والتمثال موجود معانا على الهوا دلوقتي لعبد الحليم حافظ اللي عمله ضيفنا الموجود معانا النهارده في الاستوديو. خليني ارحب بيه. ضيفنا هو الفنان محمد ثابت صاحب تمثال عبد الحليم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ محمد. لما شفت الصور اللي حضرتك عملتها للتمثال، التمثال رائع جدا وفي دقه متناهيه وبجد تمثال حلو، اتحط طبعا في ساحه دار الاوبرا المصريه، وده شيء يعني اعتقد ان هو مش هاين. فخليني في البدايه بس اعرف ايه علاقة حضرتك بالفن، بالرغم انه حضرتك اصلا بتشتغل في ضابط في القوات المسلحة. هو قبل ما اتكلم عن نفسي او عن تمثال عبد الحليم، يعني لو سمحتي لي اقدم العزاء لأسر الشهداء. نعم. ولكل ام فقدت ابنها مضحيا بحياته ودمه في سبيل الله والوطن، واسأل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته. عن نفسي أنا ضابط القوات المسلحة سابق على المعاش. موهبة الفن كان بدأت من الطفولة ومراحل التعليم الأولى الابتدائية الإعدادية، أنا بديت أمارس هذه الهواية من المرحلة الابتدائية إلى أن حصلت على الثانوية العامة، وبعدين فضلت أن أنا أدخل الكلية الحربية لأن كان بعد انتصار أكتوبر. نعم. وكان شرف لأي شخص في مصر طبعا انه ينتمي للمؤسسه العسكريه العريقه، رغم ان انا حصلت على مجموع كليه فنون، ولكن كانت فنون تطبيقيه بتختلف شويه عن الفنون الجميله. يعني الفنون الجميله اقسامها فن بحت، انما الفنون التطبيقيه بيدخل فيها حاجات بعيده شويه عن النحت او الرسم او الديكوري. في خلال دراستي في الكلية الحربية طبعا انقطعت، لأن الدراسة في الكلية الحربية ما فيش وقت الواحد يمارس فيه الهواية، إلا أن تخرجت من الكلية الحربية وابتديت أعود تاني وأرجع أمارس لموهبتك الأصلية. الموهبة. لكن إقامة تمثال للعندليب عبد الحليم حافظ جات لك إزاي أو منين الفكرة وابتديتها إمتى بالظبط؟ والله الفكرة من مدة طويلة يعني، وهي كان ليها قصة. ان انا كنت بعمل للكاتب الكبير الله يرحمه أنيس منصور تمثال ميداني، ولما زارني علشان يشوف التمثال بتاعي في الاتيليه، انا في الاتيليه فيه تماثيل، فلقى تمثال عبد الحليم، فعرضت عليه الفكرة. هو تمثال مصغر نموذج ارتفاعه تقريبا متر، فعرضت عليه ان ممكن نكبره ويضع في دار الاوبرا المصريه. فعرض الامر على الوزير السابق فاروق حسني ووافق عليه، ولكن قبل التنفيذ قامت ثوره 25. نعم. فتغيرت كل حاجه، فتاجل بقى المشروع او الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد، فتوقف يعني او توقفت الفكره، ولكن انا ما فقدتش الامل ونفذت التمثال. لكن حضرتك ليه اخترت مادة البوليستر تحديدا لإقامة التمثال يعني؟ وبرضو اعتقد انه في برضو ماتيريالز او مواد تانية تم التصنيع او استخدامها في التمثال، مظبوط كده؟ لا، هو من مادة البوليستر زي ما حضرتك قلتي. والمادة دي مادة يعني خفيفة الوزن،
رخيصة الثمن إلى حد ما، وخصوصا أنا نفذت التمثال على نفقات الخاصة يعني، فصنعته من مادة البوليستر. كويس جدا. ولكن هي مادة البوليستر ما بتستحملش، ما بتعيش كتير يعني. يعني تمثال هيكون له عمر افتراضي. وانا بناشد السيد وزير الثقافة ان تتولى الوزارة صبوا بخامة البرونز، لان خامة البرونز بتعيش اطول يعني. ممكن تحافظ عليه لمدة اطول من كده. طبعا مئات السنين. لكن ليه حضرتك اخترت المرحلة العمرية دي بالتحديد للعندليب عبد الحليم حافظ؟ والله هو طبعا وشكله وهيئته عبد الحليم حافظ يعني. يمكن في مراحله السنيه الاولى ما كانش يعني الاجيال اللي بعد كده كانت بتشوفه وهو في السن ده في اخر مراحل عمره يعني، فانا اخترت هذه المرحله السنيه علشان انفذ بها تمثال عبد الحليم حافظ. لا بس يعني اعتقد تمثال لما شفناه، وحضرتك كمان معاك صور يعني هنشوفها مع بعض، تمثال رائع جدا شكله حلو قوي. لكن كلمني عن الوقت اللي اخذ منك في التنسيق والحط الشكل العام للتمثال، خد منك وقت قد ايه تقريبا؟ هو تقريبا اخذ مني تقريبا شهرين شغل يعني، بس هو ما فيش ساعات متساوية يعني حضرتك ممكن اشتغل 10 ساعات وممكن اشتغل 4 ساعات يعني. يعني يومين بس كان هو ممكن يعني المدة تقريبا اجمالي المدة كانت شهرين تقريبا. بتشتغل 10 ساعات في اليوم في التمثال؟ ممكن 10 ساعات في التمثال. ده وقت ممكن طويل أكتر جدا. من كده يعني، ممكن بواصل يعني 14 ساعة و15 ساعة. ده حضرتك عندك أتيلي بتصنع فيه التماثيل دي، وفي تماثيل أخرى كمان موجودة في الأتيلي؟ والله هو كان عندي أتيلي يعني مستقل، ولكن أنا عايش لوحدي، فمخصص جزء كويس عندي في البيت لشغل يعني. إيه التماثيل الأخرى الموجودة في المكان عند حضرتك؟ لا هو هل ليها علاقه برضه بشخصيات عامه معروفه، ولا بتبقى شخصيات بقى من وحي الخيال؟ لا هو انا طبعا عملت تماثيل كتير لشخصيات معروفه وكبيره، فنانين ومفكرين رؤساء جمهوريات. عندي معرض في شهر 2 في دار الاوبرا المصريه، ان شاء الله عرض برضو في مجموعه كبيره من الشخصيات. عارف يمكن الناس مندهشه شويه ممكن تكون اللي بتتفرج علينا، ان هم دايما واخدين فكره عن انه شخصيه الضابط في القوات المسلحه دي شخصيه جامده جدا، وشخصيه يعني حاده، ومش ممكن ابدا تكون ليها علاقه، تكون عندها الحس الفني وبتحب الفن والفنانين ويبقى ليها لمسات فنيه يعني. لا والله هو في الجيش او في القوات المسلحه يعني غنيه بمواهب كتير يعني. يعني بتلاقي في داخل القوات المسلحه فنانين وموسيقيين، فنانين تشكيليين وموسيقيين وشعراء، فالمؤسسه العسكريه يعني منظومه متكامله فيها كل ما تتخيل يعني. هل وبتشتغل بدقه وبتشتغل بالتزام، ففي يعني شعراء وفي فنانين، ما يعني فيش تعارض، انا مش شايف في اي تعارض. ده شيء جميل جدا الناس برضو يبقى عندها فكره عن شخصيه الضابط بالقوات المسلحه، ان هو شخصيه برضو عنده جزء فني ولمساته يعني، مش دايما بيكون حاد يعني وستريت كده يعني. خليني اعرف منك، هل في جهات اخرى عرضت على حضرتك انها تستقبل تمثال عبد الحليم حافظ، ولا المشروع تم على طول لدار الاوبرا المصريه؟ لا والله انا بقول لحضرتك يعني الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد بعد ثوره 25 يناير ما كانش فيه يعني ما كانش مستحب ان انا اعرض التمثال في هذه الظروف، الا ان عرضته في عهد الدكتور صابر عرب اللي هو كان وزير الثقافة، ولكن وجدته بيتملص من الموضوع، ودخلني في متاهات، فعرضت الموضوع على الدكتورة إيناس ورحبت الحقيقة يعني بالتمثال، وعرضته على المجلس الأعلى للثقافة ووافقوا إنه هو يوضع في دار الأوبرا المصرية. لا عارف حضرتك انا يعني دايما بسال حضرتك السؤال ده ليه، لانه كان في فتره من الفترات كنا طول الوقت في الميادين المصريه بتاعتنا بنشوف تماثيل لاشخاص عامه ومعروفه يعني، لكن الفتره اللي احنا فيها دلوقتي اعتقد انها بدات تختفي شويه، او بدات تقل عن
الاول، فليه شايف حضرتك من وجهه نظرك الموضوع ده ليه بدا ان هو يقل؟ بالعكس مفترض ان هو يكون في ازدياد، لان شخصياتنا العامه المعروفه اللي ليها بصمات ومؤثره في حياتنا كتير. هو في حضرتك فتره جت من الفترات هي كل التماثيل اللي كانت موجوده للشخصيات دي كانت من عمل فنانين اجانب، يعني مثلا اسود قصر النيل، لازوغلي، التماثيل دي كلها كانوا بيعملوها في قبل ثوره 52 فنانين اجانب، وقعدت الفتره دي كبيره لغايه ما جه الفنان محمود مختار وعمل تمثال نهضة مصر وعمل سعد زغلول في اسكندرية وعمل سعد زغلول في القاهرة، وبعدين رجعت الفترة تاني مفيش تماثيل. في آخر فترات الوزير فاروق حسني ابتدى برضو يعملوا تماثيل لأشخاص اللي هو طه حسين وعبد المنعم رياض، وبعدين الثورة قامت وفي الثورات دايما بتبقى في حالات من تبعد عن مواضيع التماثيل والمسات الفنية وان شاء الله هترجع يعني ان شاء بإذن الله. ان شاء الله. طب اكيد ممكن ناخد فكرة عن الصور الموجودة مع حضرتك النهاردة لمراحل إقامة التمثال؟ والله هو التمثال بيبدأ حضرتك، مراحل التمثال بتبدأ بالشاسيه او بمعنى اخر المعنى الفني اللي هو بيسموه الكراكاز، ده اللي بدنا عليه التمثال. التمثال كان مصنوع من الطينة طبعا الأول، الطينة الأصولي. لا تحت شوية فهم. هننزل بالصورة تحت شوية فهم. نعم. من الطينة الأصولي وبعدين ببتدي التشكيل في التفت. أصعب مرحلة بقى هي الشاسيه أو الكراكاز اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ لا مش أصعب حاجة، مش أصعب. أصعب مرحلة هي عملية الصب. لكن الكراكاز والتشكيل ده عملية بالنسبة للفنان طبعا سهلة. بشكل التمثال وبستعين بالصور طبعا للشخص اللي بعمله. احنا هنثبت الصورة بس عشان الكاميرا تقدر تجيبها مظبوط. بقول لحضرتك بستعين بالصور للشخصية اللي انا بعمل لها التمثال. بيكون في رسمه قبل ما تشتغل في تمثال ولا بتبقى في خيال حضرتك؟ لا انا ما فيش، هو طبعا في خيالي يعني. انا ممكن اشتغل عبد الحليم حافظ من الخيال، بس برضه مش هيطلع زي الصوره، وبرضه مش هيطلع زي لما يكون هو قاعد قدام الموديل. اكيد. ممكن نستعرض باقي الصور بعد اذنك؟ دي صور كلها من الشغل. نعم كويس جدا. دي بعد مرحله الصب. دي بقى اخر مرحله خالص، دي نهائية مرحله، دي نهائيه مرحله التفنيش في التمثال. تمثال مترين ونص مظبوط كده؟ 2 متر ونص. تمام. في صور تانية مع حضرتك؟ لا، بالنسبه للتمثال كلها برضو صور وانا بشتغل في التمثال يعني كلها متقاربه يعني. بيبقى في مجهود على حضرتك وانت بتشتغل في التمثال ولا مجهود في عدد الساعات اللي بتطبقها وحضرتك بتشتغل فيه؟ لا، هو التمثال الكبير دايما بيشتغل فيه اكتر من واحد، يعني انا ليا معاونين يعني في اشخاص ساعدوك يعني. يعني مش زي التمثال الصغير ببقى قاعد كده وحاطه قدامي وبشتغل فيه. ايوه. انما الاعمال الكبيره دي بتحتاج عدد من المساعدين والمعاونين علشان يشتغلوا معايا، لان الطينه كمان حضرتك ما بتستحملش تقعد وقت كبير يعني ممكن تنشف. طيب. فبنحاول نلحقه بعمليه الصب قبل الطينه. هل اسره عبد الحليم حافظ كانت موجوده وقت افتتاح المهرجان الموسيقى العربيه في دوره 23 وعلقوا على التمثال؟ طبعا كانوا سعداء جدا لانه حققوا امل او حلم من احلامهم يعني طلبوا بيه كتير وما حدش كان بيسمعهم. نعم. فكانوا سعداء وانا كسبت العائله دي لانها عائله فعلا محترمه جدا، عائله عبد الحليم حافظ. كل التقدير طبعا لعائله الراحل عبد الحليم حافظ. معانا صوره حضرتك كنت عايز تتكلم عنها وهي تمثال لقناه السويس او لمشروع قناه السويس. والله انا يعني بهدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل يعبر عن قناه السويس. هذا العمل عباره عن فلاحه مصريه بترفع بيئتها سفينتين رمز للقناتين، يعني القناة القديمة والجديدة.
وتحت التمثال تمثال الفلاحة متحف لقناة السويس بيضم تاريخ قناة السويس ووثائق قناة السويس من أول ما بدأ الحفر في القناة القديمة إلى أن يتم افتتاح القناة الجديدة. فأنا بقدم هذا التمثال للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وياريت يتنفذ على قناة السويس. هو برضو أنا حاسة أن التمثال هو برضو 2.5 متر يعني ده نموذج ده حضرتك ده نموذج يعني ممكن يكبر 100 متر أو 150 متر يعني على غرار تمثال الحرية اللي كان وفعلا تمثال الحرية كان معمول لمصر قبل ما يروح أمريكا طبعا معروف فيبقى حاجة زي كده في مدخل القناة يعني أتمنى أنه هو طبعا يتنفذ. نتمنى كمان إن شاء الله يعني تمثال حضرتك يقام فعليا على أرض الواقع وعلى المتحف حضرتك من الجانبين جدارية بتمثل الحفر القديم والناحية التانية الحفر الجديد. جميل جدا، تسلم ايد حضرتك بجد، تمثالين في منتهى الروعة. هل في تماثيل في المرحلة القادمة ناوي الشغل فيها قريبا؟ والله انا زي ما بقول لحضرتك انا عندي معرض في الاوبرا في شهر 2 فان شاء الله يعني اعرض تمثال للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده استاذ محمد في فقرتنا وعلى التمثالين، وباذن الله نشوفك قريبا مع تماثيل اخرى وتكون التمثال الاخير اتنفذ. انا بشكرك وبشكر القناه على اهتمامها بهذا الموضوع اللي قنوات تانية متخصصه فنيه وثقافيه ما تعرضتش لهذا الحدث يعني. انا بشكرك جدا وبكل التوفيق ان شاء الله مع التمثيل الاخر. شكرا جزيلا. مشاهدينا كان معنا الفنان محمد ثابت وهو صاحب تمثال عبد الحليم حافظ اللي اقيم فعليا في دار الاوبرا المصريه. نشوفكم بعد الفاصل بفقرات متنوعه واخرى في نهارك سعيد.